يقول حفظكم الله: يتردد قول عند بعض طلبة العلم أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية، فما رأيكم جزاكم الله؟ هذا ما هو طالب علم اللي يقول هذا، هذا طالب فتنة. اللي يقول هالكلام طالب فتنة وليس طالب علم. ما فيه ما هي بخلافية، هذا بالإجماع تجب طاعة ولاة الأمور، ما فيها خلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فأين هذا اللي يقول إنه مسألة خلافية؟ هذا إما أنه جاهل وإلا مضلل. نعم.